الفنان النجم شريف رمزي عن فيلم توأم القاهرة. أنا كنت الحقيقة عايز أو مهم جدا كان بالنسبة لي إن أهدي الجايزة دي لشخصين الاتنين مش موجودين معانا هنا وكنت أتمنى إنهم يكونوا موجودين معانا هنا الحقيقة. الأول هو والدي محمد حسن رمزي الله يرحمه. عايز أتكلم عليه بس يعني متأكد إن هو لو كان موجود معانا كان هيبقى فرحان جدا جدا. والتاني النجم الكبير الأستاذ نور الشريف. الجائزة دي وكان سبب رئيسي في ان يطلع الفيلم بالشكل ده وان اخد هذه الجائزة. والحقيقة واحدة بيصور وقال لي في وسط التصوير كده على فكرة شوف انت هتاخد جائزة. قلت له يعني ايه اللي اعرفك يا استاذ؟ قال لي بقى لما تاخدها بقى كلمني في تليفون وقول لي وافتكرني. وانا بسيطه النهارده بشكر سيادة الوزير وبشكر كل القائمين على المهرجان الجميل. شكرا.